صغيرة، اكتسبتها يعني مني كان عندي 14-15 سنة. كنت نصيد زواج تاع برا تاع النت، زاوي سورة ليك هذاك كنت نصيدهم. من بعد شريت واحد صغير كيما هذايا، دريسيتو وكلتو انا بلا سيرانك، اكتسبتها يعني لقيتها حاجه ملاحه ولا امنطو هوايه ودرتها يعني تجاره، يعني نبيع فيهم كيما هكا مدرسين عادي جدا. كانوا عندي كوبله، شريت كوبله كوبليتهم، ومن بعد ولاو ليا 4-5، بعت صغار هذوك وخليت الكبار، بقيت نشري غير في الكبار ويكوبليو عندي. الى حد الان عندي حوالي 80-90 كابيريش مخلطه مع لي كالوبسيت ولا سيبارابل، وراني كوبلي فيهم في الدار ندير لهم سلاكة. كل الحياة تاعهم عندي، نشريهم ماكلة انيمال غي نورمال انيمال غي، وعندهم تاني في الوقت الجهوزية كيما الوقت اللي رانا فيه نديرو لهم القمح وشوف والحلبة رنخوهم في الماء يمتوا نعطيوها لهم، هذه حاجة ملاحة للجهوزية.